يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين لا يحركون شفاههم عند القراءة في الصلاة والأذكار، فهل تصح صلاتهم بهذه الكيفية؟ وما الذي أدراك أنهم لا يحرك؟ أنت تتابع شفاههم تتابع، لكن تسأل عن نفسك؟ نعم، إذا لم تحرك شفتيك فإنك لم تقرأ، إذا لم تحرك شفتيك فإنك لم تقرأ، فالقراءة في القلب لا تعد قراءة تكفي في الصلاة. نعم.